نشاط الحركة المسرحية وعروضها الفنية المتنوعة وتفاعل الجالية العربية معها في مملكة بلجيكا جاء بالتزامن مع إقامة المنتديات والأمسيات والأنشطة الثقافية ومد جسور التواصل والتلاقح في مختلف تلك الثقافات والتعريف بقيمة تراثنا الفكري والإبداعي. كوني فنانة مغربية مقيمة ببلجيكا أكثر من 30 سنة، أود أن أتحدث عن الزخم الثقافي الذي تشهده عاصمة بروكسل، عاصمة بلجيكا بروكسل، والأنشطة الثقافية بصفة عامة، وأود التركيز على فن المسرح. هذه العروض ناقشت مواضيع سياسية مختلفة ومواضيع اجتماعية كحقوق المرأة وحقوق الطفل، وكذلك المشاكل السياسية التي يشهدها كل بلد عربي بحدة. أدعو كل السياح العرب وكذلك الجالية العربية لكي تحضر بوفاء لهذه العروض حتى تستفيد وتستمتع، لأنها موضع الترفيه وموضع التعلم أيضا. العروض المسرحية والمنتديات الأدبية تبقى متلاصقة مع الهوية الثقافية والحضارية للبلد الأم، وتحاول إبرازها وإيصالها إلى المتلقي الأوروبي من خلال فروع الإبداع المختلفة. تناولت هذه المسرحيات حول تنويه للمجتمع حول آفة المخدرات للشباب وانعكاسهم وتوعيتهم، وللأطفال أيضا توعية الأطفال حول العلم وتوجيههم إلى مثلا دور السينما للتوعية وحضور الأفلام حول التوعية والتقدم والازدهار نحو العلم الأفضل. دعوتي أنا لكافة الجاليات العربية هنا أن يتمتعوا ويذهبوا إلى كافة المؤتمرات والمسرحيات والأفلام القصيرة وتوعية أولادهم حتى يتعلموا من هذا العلم الجديد. العلم الجديد هو التوعية والاندماج بالمجتمع الأوروبي وعرف حقوق الطفل وحقوق المرأة وحقوق الأطفال في هذا البلد. الاهتمام بالعروض المسرحية والسعي إلى إقامة مختلف الأنشطة الثقافية هو ما يسعى إليه هذا الحراك الإبداعي من خلال الأنشطة والأمسيات والمنتديات، لتكون حلقة الوصل بين المثقفين في أوروبا والمبدعين العرب والعراقيين على حد سواء. نشاط الحركة المسرحية وعروضها الفنية وتفاعل الجالية العربية معها في بلجيكا جاء بالتزامن مع إقامة الأمسيات الثقافية المختلفة للتعريف بقيمة تراثنا الفكري والإبداعي. لقناة العراقية أمير العقابي بروكسل.